منال. اهلا وسهلا فيك منال. صحة صحة صحة. هاي تفضل تفضل منال. تعطينا خلينا للذكرى وخنبين وخدمة قناة حنبال. هذه منال قناة حنبال الجائزة الثانية من انتي ستار منوعة الأحد. هذه جائزتها سي لسعد القبي كانت نجم تاخو خذت الجائزة الثانية. منال مرحبا بك منال. مش ما يقولوش هاو كتعديهم ومن بعد ما عادش يرجو. على كل منال بعد ما خذيت الجائزة شنو تغير؟ هي ما عندهاش برشا شهرين تقريبا ولا تعرفت برشا في بلادي وخارج بلادي زاد معناها في صفاقس وخارج صفاقس معناها فما انتاج فما انتاج ايه بعدها اي بيان سور اي تبنتني شركة انيغما اي المشرف عليها سي عادل بن عمر قاعد نحضر في حاجات معاه ان شاء الله انتاجات جديدة حضرت لنا اليوم جيتنا بانتاج شو الانتاج اليوم اللي جيتنا به هذا انتاج خاص لمنال ساسي بعد شهر ونص تقريبا من تخرجها من انتي ستار يعني النجم نقول انت اسرع فنانه اسرع فنانه بسرعه حضرت لكم كوكتيل السيدة نعمة كوكتيل السيدة نعمة كوكتيلها صعيب يا منير السيدة نعمة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تنجح يعني ريبريز الاغاني السيدة نعم اللي انا معناها ديما نسمعها ونسمع كاين التونسي يلا خنبدلوا شوية جو ونسمعوا منال ساسي في كوكتيل للسيدة الكبيرة والقديرة نعمة We'll be right back.
ريجك زينة وجروفة، ما كنت نحسب يوم تزهى وتخفي علي بنيته معاكي لما هويته وسمت فيك الخير. هدي 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 يا متحدي، إذا ناوي تفوز بود الحب لحب جهال، الحب شعل نار، الحب لحب جهال، الحب شعل نار ويحكوا بينا من دار لدار، ويحكوا بينا من شعر لشعر. انتي نار حبك حار، انتي نار حبك حار وتجامل فيا ومتحدي. لا 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 مش هكا مش هكا، لا مش هكا تطلب وردي. في أول إنتاج لها بعد فوزها بالجائزة الثانية في قناة حنا بعل. إذن هذا إنتاج جديد المنال ساسي، يتعدى لأول مرة على القناة اللي تبنتها قناة حنا بعل. كاب إيش قولك في منال ساسي بصراحة؟ حبك إيش قولك في منال؟ سمعتها اليوم بالكذا بالكذا. أنت حضرت وين في ستار وين هي في التصفيات ونجحت؟ أما اليوم أبدعت، لأن سيدة نعمة يعني مش بالساهل يعني هكا واحد يغني أغنيتها، ومش غنية واحدة يعني كوكتيل الفكرة حلوة يعني والله يعطيك الصحة منال أنك عملت فكرة. عادة يعملوا ريبريز متاع غنية، أنت جيت عملت كوكتيل وفما غنية ولا اثنين مش معروفة متاع نعمة، معناتها صعيب أدائها. توسمت فيك الخير ومشيت فيها، معناتها يعطيك الصحة وحضورك، حسيله بالتوفيق اكيد. مستقبل كبير ينتظر فيك. متألقة كبير كما في جاني ساسي.